يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقة جديدة من إنبوكس على شاشة صدى البلد. طبعا زي ما احنا معودينكم النهاردة معانا فقرات كتيرة مختلفة ومتنوعة وإن شاء الله تعجبكم. بس قبل أي حاجة طبعا لازم أسلم على فاروق. يا نور، ازيك يا رؤى؟ يا مساء الفل عليكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عامله ايه في البرد اللي احنا فيه ده والتكتكه دي؟ صوتي رايح من البرد. طيب مية مية. ليمون كتير بقى. ايوه بس هو فعلا الجو برد قوي الايام دي. ليمونادة كتير شويه حلوين كده سخنين يظبطوا الدنيا. انت عامل ايه؟ ربنا يسترها والله الحمد لله. يعني نخلي بالنا طبعا النهارده يعني بالليل او من الصبح، بس النهارده بالاخص يعني بالليل درجة الحرارة هتختلف شوية تبقى أسقع كمان، وبكرة فنخلي بالنا برضو الأسبوع ده ويمكن كمان على بداية الأسبوع اللي جاي، فنحاول قدر الإمكان بقى إيه كل واحد يخلي باله من نفسه، لأن صح. إحنا دلوقتي يعني إيه الدنيا مش مستحملة حاجة، ما نعرفش ده برد ولا مش برد. خلي بالك كله بيقول برد بس يعني خير. يتعاملوا مع البرد على انه هو يعني الويف الجديده او السلاله الجديده من كورونا الاوميكرون، وحاولوا تاخدوا اجراءات الاحترازيه طبعا والكمامه والتباعد الاجتماعي. امين يا رب تستر ان شاء الله. طيب بصوا يا جماعه النهارده طبعا كالعاده معانا يعني مفسره الاحلام صوفيا، وهنتكلم معاها النهارده بقى عن تفسير الاخشاب والاساس وكل ما بقى يخص يعني المنطقه دي طبعا يعني، وكمان اللي ليه يعني حلم واي رؤيه اكيد برضو الفقره دي هتكون من الفقرات الهامه جدا ان شاء الله، وبرضو منتظرين منكم برضو رسائلكم وكمان اتصالاتكم. حلو قوي. اما الفقره اللي قبل الاخيره هتنورنا ضيفتنا المطربه مي عبد العزيز في فقره فنيه متميزه، خصوصا هي من الشخصيات الفنيه لما تسمع صوتها كده تحس ان هي فعلا قد ايه بتحب الموسيقى وكده بتندمج جدا مع فنها ومع الموسيقى بتاعتها. مي مش بتغني بس، مي كمان بتألف وبتلحن أغاني كتير. استنونا لآخر الفقرة لأنها فقرة مميزة جدا وهتتبسطوا بصوتها. عظيم جدا. أما دلوقتي بقى إيه الموضوع دلوقتي؟ هو دردشة كده بيني وبين نوران إن إحنا هنتكلم يعني عن النوم. طبيعي جدا النوم إيه؟ النوم سلطان. كل واحد فينا أكتر حاجة بيحبها في الشتاء إيه؟ إن هو إنسى الصحيان بدري، أنا لا عايز أنام أتدفى والكلام ده. وكل واحد طبعا بالنسبة له ان بيحس ان المنطقه دي يعني هي منطقه الراحه، وان الواحد بيحس بكل يعني صحيح. حاجه فيها كده ايه مشاعر حلوه. لكن برضه هنتكلم معاكم عن النوم في حياتنا، يمكن البعض مننا عنده بعض المشاكل فيه، والبعض مننا برضه ما عندوش اللي هو ايه النوم الصحي الكامل زي حالتي كده. برضه انا بعاني من المشكله دي. عندك ارق؟ عندي ارق، انا مش بعرف انام. وعندي كمان الموضوع دخل في حته ايه، ان ما بقتش بتنام كتير، بتنام وقت قليل وتكمل. فالموضوع هنا داخل في عوامل كتيره جدا، مش بتكلم على نفسي يعني، بس بتكلم على ان بيتكلموا عن كل واحد اكيد ليه عادات معينه وليه يعني طقوس خاصه ممكن بيعملها علشان يعرف ينام مرتاح. غششونا كده قولوا لنا ايه الموضوع عشان نعرف انتوا بتعملوا ايه، وكمان برضو اللي عنده بعض الاضطرابات يعني ازاي ممكن يحاول بقدر الامكان ان هو يصلحها ان شاء الله. انت عارف من اجمل الحاجات اللي قريتها انا على موضوع النوم ده واحنا بنحضر السكريبت، انه بيقول النوم ده من اكتر الحاجات الصادقه في حياه الانسان، لانه هي مشاعر حقيقيه. انه الشخص لما بيبقى عايز ينام فعلا بينام. تمام. لما بينام ما بيفكرش في اي ولا مشاعر سلبيه ولا مشاعر ايجابيه، هو لما بيقرر الشعور ده خلاص بينفذه فعلا في الوقت واللحظه. يمكن انا بحس انه احنا زمان كنا بننام بشكل اعمق من دلوقتي. يمكن لما الواحد بيكبر والسن كده بيعدي بيه والضغوطات الحياه، والله بجد وضغوطات الحياه والشغل والستريس اللي احنا بنعيشه، بتهيالي انه ناس كتير بتعاني من اللي انت بتعاني منه واللي انا بعاني منه، وفكره الارق او عدم الاستغراق في النوم بشكل عميق قوي يخليك تقدر ان انت تصحى بشكل كلك نشاط وحيويه، وتقدر ان انت تكمل يومك بشكل طبيعي زي ما كنا زمان في المدرسه او كل كنت بتخلص وترجع تنام ما فيش حاجة بتفكر فيها. انت اقصى حاجة هتعملها ان انت تاني يوم هتروح المدرسة وتحضر حصصك وترجع، لكن ما عندكش المسؤولية بتاعت دلوقتي. عشان كده بحس ان النوم فعلا بقى يتأثر بضغوطات الحياة بشكل كبير جدا. ولكن يمكن الناس بقى انواع، في اللي ممكن ينام نوم عميق، في اللي نومه خفيف، في اللي ليه طقوس وعوائد معينة بيحب يعملها قوي قبل ما يدخل في النوم. يمكن في ناس كتير تحب تشغل التلفزيون وهي نايمة، وانا منهم. انا من الناس دي.
من العادات اللي هي ممكن يمكن ممكن يمكن حلوه الواحد برضو بيعملها وهو يعني خلاص تعود عليها من صغره يعني. بالظبط. بس انا بحسها ان هي يعني بتاثر على النوم شويه، بتاثر على الدماغ طبعا من الواحد نايم. دي حقيقة. بس هو في البعض كده بيحس ان هو يعني لازم يكون في ونس، يعني في حواليه دوشه. في حواليه حاجه بتتكلم حتى لو في اضاءه بسيطه، بس برضو اتضح ان الموضوع ده ما بيخليكش يعني تستغرق في النوم بشكل صحي يعني. صحيح. بس في ناس بتحب ان هي تضلم الاوضه وما يبقاش في اي صوت جنبهم، وفي ناس بتحب تنام على صوت التلفزيون، في ناس بتحب تنام على نوم اضاءه خفيفه او ان هم يشغلوا التلفزيون ويعملوه ميوت، في ناس بتحب ان هي تشغل مزيكا قبل ما تنام، تتفرج على افلام، في ناس تحب تقرا قران طبعا قبل ما تنام، او يمسكوا كتاب كده ويقعدوا يقروه لحد ما يستغرقوا في النوم. وانا لما جربت الموضوع ده بجد كنت فعلا بنام نوم عميق، ان انا لما اقرا القران او امسك كتاب واقرا فيه غير لما بمسك الموبايل واقعد اقلب فيه او اتفرج على فيلم، بيفرق معايا جدا، بنام في ساعتها وبجد بصحى حاسه ان انا نشيطه، غير لما بفضل اتفرج على حاجه على الموبايل بصحى تاني يوم مصدعه. طيب معانا بقى دينا على التليفون. يا دينا. الو. ازيك يا دينا؟ ازيك يا دينا؟ الحمد لله. انت عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه في البرد اللي احنا فيه ده؟ يعني سقعانه جدا. باين على صوتك. شويه بطاطا كده، زر بطاطا. يعني ايه، وشويه سحلب جنبيه كده يبقى الموضوع حلو قوي. وننام بقى، فاهم؟ يا والتلفزيون كده والحياه حلوه يعني. بالظبط. قول لنا يا دينا، يعني بتنامي نوم يعني مريح وصحي ولا لا عندك مشكله برضو في النوم وفي اضطرابات شويه؟ بص، هو انا عندي النوم حاجه اساسيه جدا في حياتي، فبسعى طول الوقت ان هو يبقى احسن حاجه، عشان انا لما ما بنامش كويس بتقدر قوي وببقى مش عارفه اشتغل، مش عارفه اخرج، مش عارفه اعمل اي حاجه، فانا لازم طول الوقت اعمل حساب ان انا لازم انام نوم كويس. عايزه احكي لكم على حاجه طريفه بمناسبه ان انتوا بتتكلموا على العادات بتاعتنا. تمام. وانا صغيره مش فاكره كنت في ابتدائي في اعدادي حاجه كده يعني، وشفت واحده قريبتي بتنام بطريقه معينه، يعني اللي هي مثلا ليها طقوس معينه، تدخل تاخد دش بعد كده تطلع تقرا كتاب وتنام، وهي بتنام بتحضن المخده. فانا كنت مستغربه قوي، بقول لها وانت ليه بتحضني المخده؟ بتقولي علشان كل انسان ليه طريقه نوم معينه مع المخده. فانا بقى ما كنتش اعرف الحاجات دي، يعني اللي هو يعني ايه لازم يعني الواحد يبقى المخده دي صاحبته يعني. ايوه طبعا. فضلت قعدت عايزه اقول لك شهور بحاول اجرب نومات كتير علشان استقر على نومه وتبقى ليا شخصيه زيها. فانا فضلت مثلا احط المخده يعني بين رجلي فتره، شويه واحده من المخده زيها، وبعدين حطيت المخده على راسي. فكنت بجرب كل حاجه فيهم لمده شهور علشان استقر على شخصيه وابقى زيها، ومن ساعتها لحد النهارده لحد ما كبرت انا بنام بالطريقه اللي انا اخترتها زمان وانا صغيره. اللي هي ايه بقى؟ ان انا لازم احط المخده على دماغي وتمنع اي صوت، ما بحبش اسمع اي صوت خالص. يعني انت بتغطي وشك بالمخده؟ لازم، ما بعرفش انام غير كده بقالي سنين. طب ونفسك ما بيتكتمش يعني... يا دينا؟ نفسك ما بيتكتمش؟ لا بيبقى فيه هواء بيدخل، بس انا لازم اسد ودني بالمخده وتبقى مغطيه النور على عيني. هو يعني... انت من الناس اللي بتنام وبتطفي النور والتلفزيون بتضلم الاوضه؟ لازم اضلم كل حاجه ومفيش نور، مفيش صوت، مفيش اي حاجه، لازم هدوء تام. حلو قوي ده. الواحد برضو بيشوف يعني ايه من نوادر ان ممكن بنات بيحبوا المود ده شويه. كده. شكرا ليك جدا يا دينا. شكرا جدا ليك يا دينا. دايما الولاد هي اللي بتحب تضلم الاوضه يبقى كحي الشقه كلها. صح. الشقه كلها. بس نادرا فعلا حاجه بسيطه قوي تحس ان ممكن في يعني بصيص عارفه من الاضاءه كده. اللي هو انت عارف في ناس كده ما بيحبوش حتى النور اللي بيدخل من تحت عتبه الباب. فعلا زي ما انت قلت بيضلموا الشقه كلها لازم. عشان يناموا. بس ده موضوع مرعب يا فاروق يعني. ليه؟ بيخوف. بالعكس الواحد يبقى يعني مرتاح. انت مش عارف ايه اللي معاك في الاوضه. ايه اللي معايا؟ ربنا سبحانه وتعالى. مفيش حاجه غير كده. بس يعني افرض مثلا حاجه وقعت، صوت كده اتحرك، حاجه طقطقت، خلي الولاد يلعبوا. شايف. خلي الولاد يلعبوا. ما هي المشكلة يعني. يعني زي ما قلت مع عفريتة للشيطان عارفة يعني. طبعا مفيش حاجة اسمها كده، بس أنا بتكلم إن الأمور يعني إيه، لو إحنا قعدنا نركز في الحاجات اللي هي المحيطة بينا، أنت هتدي أوردرات لدماغك إنك تخاف. وهتخلي بقى إيه، تدي فرصة كده لل ها
لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده ايه يلعب معاك شويه. لكن احنا زي ما احنا قلنا كده، بس هقول لك طول ما انت بتحاول تفضي دماغك شويه قران، تقرا حاجه، تعمل ده، فهتلاقي الامور بقت دي بتفرق جدا يعني. بجد ان انا طبعا من الناس اللي زيك كده عندي ارق شويه في النوم مؤخرا يعني. زمان كنت بنام كان نومي تقيل جدا، يمكن لو عماره تهدد جنبي ما اصحاش. بس دلوقتي لو نمله، عارف دبه النمله، لو حسيت بيها لو عدت جنبي احس بيها. فالموضوع بقى صعب قوي. فدلوقتي بقيت اعمل اي طريقه ادور يعني، دورت على طرق كتيره قوي عشان احاول اعرف انام. لقيت انه القرايه بجد بتساعد على النوم العميق بشكل كبير جدا، لان انت اولا بتشغل مخك والذهن طول ما هو بيشتغل خلاص، وانت في السرير وداخل في مود النوم تلقائي هتلاقي نفسك بتروح في النوم العميق، لانه في فرق ما بين النوم والنوم العميق. انت ممكن مزبوط تبقى نايم ودماغك شغاله. وفي بقى النوم العميق ده اللي احنا بنحاول نتوصل اليه مع الدكاتره، ونقول لك انت ازاي تدخل تنام، وفي طقوس معينه تعملها عشان تقدر تحصل على قسط كبير جدا من الراحه خلال النوم. فالحاجات دي كلها طبعا بتبقى مريحه. غير بقى السوشيال ميديا والموبايلات والتابلتس اثرت بشكل كبير جدا على النوم العميق. ما هي طبعا احنا اتكلمنا في القصه دي قبل كده كذا مره، وبعض الابحاث يعني قالت ان اي حاجه بتطلع من يعني حواليك، اي اضاءه، اي اشعاعات بقى يعني، سواء كانت البيضه بقى الزرقاء وخلافه من الحاجات اللي احنا ممكن نحط لها المسميات العلميه بتاعتها، اللي ممكن بعض المتخصصين يعني هم اللي بيتكلموا عليها بشكل ادق يعني، ان هي بتفوق، بتخلي صح ان صح الدماغ دايما تفوق. بيقول لك ان الفتره اللي انت ممكن عايز تنام فيها وانت خلاص مش قادر، مجرد ما بتمسك الموبايل او بس التلفزيون مفتوح قدامك او اللابتوب او ايا كان الموضوع ايه، ده بيخليك تكمل لفوق نص ساعه وزياده وانت طالع بقى، يعني بتعمل ايه، فوقان المخك تاني كده، فبتكسر المنطقه دي. يعني كان زمان يقول لك ان احنا الساعه البيولوجيه بتاعتنا لما بتعدي فانت بتفوق شويه، دلوقتي احنا بقى عندنا كل نص ساعه ساعه بيولوجيه يعني مش ممكن، بندمر دماغنا برضه. عن تجربه فعلا، يمكن لما انا ببقى عايزه انام وبقول طب هشوف الخبر ده، خبر يسحب في خبر، في فيديو يسحب في فيديو، بلاقي ان الوقت اللي انا كنت خلاص ممكن اغمض عيني فيه وانام راح، وبفوق جدا كاني يعني الساعه 12 الظهر، كاني فايقه كل طاقه وحيويه. فعشان ادخل في النوم تاني بياخد وقت كبير جدا عشان اعرف انام، وده بيعمل لنا ارق بشكل كبير جدا. بس خليني اسالك، انت من الناس اللي بتحب ان انت تنام في اوضتك على سريرك، لو رحت مكان تاني مثلا، رحت بيت عند حد من قرايبك او رحت اوتيل ما تعرفش تنام على السرير ده، لازم تاخد وقت عشان تتعود عليه، ولا بتنام في اي مكان؟ هديك الاجابه، بصي الحاسمه معنا تليفون. بس معايا لنا. يا لنا. الو لنا، ازيك؟ الحمد لله، كله كويس؟ كله زي الفل، 100 100 الحمد لله. قولي لنا يا لنا، يعني انت من الناس اللي هي اللي ممكن تستغرق في النوم بمنتهى البساطه وليها طقوس خاصه بتخليها يعني تنام بسرعه، ولا انت عندك مشكله زي حالتنا كده ما بتناميش بسهوله وعندك برضو بعض الاضطرابات في النوم؟ لا بصراحه بنام. طب بتعملي ايه بقى؟ قولي لنا كده يعني، غششينا شويه. انا اقول لك انا بعمل ايه، هو الروتين هو السر ان الواحد يعرف ينام كويس. طول ما احنا كل يوم بنصحى في ميعاد، بننزل شغلنا في مواعيد مختلفه، بننام يعني في مواعيد مختلفه، خلاص مش هنعرف. انا طبعا عانيت فتره طويله ان انا ما بعرفش انام بسهوله وبسهر جدا، واكتشفت ان جزء كبير من السبب ده هو التكنولوجي، الموبايل، التلفزيون، الحاجات دي. لقيت ان انا ساعات كتير ممكن ادخل اقعد على السرير ثلاث ساعات وانا مش حاسه، لمجرد ان انا عماله بعمل سكرول كده ومش يعني مش مركزه فما نمتش. وحتى لو انا كنت عايزه انام قوي، مجرد ما امسك الموبايل كتير خلاص النوم راح من عيني. صح. طب العاده ان انا بقفل الدنيا كلها وبقفل الانوار، وبقرر كده ان انا خلاص انا مش همسك الموبايل. وبعدين قبل النوم ببتدي اعمل شويه حاجات اللي هي بتدخلني في المود بتاع النوم. ايه هي الحاجات دي بقى؟ يعني بقى بهدي الانوار شويه في البيت كله، بشرب حاجه دافيه، يعني فول مثلا، يعني حاجات اللي هي شبه دي، اللي هي الحاجات الدافيه دي المهدئه دي. ببتدي كده يعني باخد كده الاجواء بتاعت ايه اللي هو بتقفل البيت كده يعني. ببتدي احس ان خلاص اليوم بيخلص، فبنام فعلا. فدي حاجه على النوم مريحه. لانا انت من نوع الناس اللي لما بتقرر تنام وتغمض عينها بتنام فعلا، ولا بتاخدي وقت عشان تدخلي في مود النوم؟ بصي لو انا نايمه في عادي بعرف اعمل كده بسهوله، بس مثلا حاجه زي الناب تايم بلاقي ناس كتير اي ممكن في نص اليوم تدخل تنام شويه وتقوم تاني، لا انا ما بعرفش اعمل كده خالص. القيلوله يعني وانس ان انا صحيت الصبح ونزلت انا خلاص ما بعرفش اخد قيلوله في النص خالص، ما بعرفش اعمل كده واكمل.
شكرا ليكي جدا يا لنا. طيب احنا معانا فوزي على التليفون. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فوزي؟ السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله ماشي الحال. قول لنا بقى قصه. انا عندي قصص غريبه مع النوم. لا عيش بقى يا فوزي عيش. اولا انا اصلا جهازي العصبي صعب شويه من وانا صغير، وبقعد اوقات كتيره صاحي، ده من وانا طفل. تمام. لما كبرت شويه بقى بقيت بنام حاطط السماعات عاليه على الاخر سوداني، هي اغنيه واحده تخلص تيجي من الاول، عايزه تصحيني شيل السماعه. ايه ده، انت من الناس اللي بتنام على دوشه او مزيكا عاليه؟ اي اغنيه، انا مش مهم هي بتقول ايه، اهم حاجه حاجه في ودنك شغاله وخلاص. نفس الريتم. طب يعني ما روحتش يا فوزي كشفت او حد قال لك ده سببه؟ وانا صغير عشان قله النوم يعني في الطفل ما بينامش دي كانت صعبه بالنسبه لهم، ولجأوا للمنومات شويه وبعد كده منعوها. وانت لحد دلوقتي بتنام على المزيكا عاليه في ودنك؟ على الاخر. وبتفضل من ساعه ما بتنام لحد ما بتصحى اللي هو نفس التراك بيريبيت؟ كده بصحى 5 الصبح، يعني 5 الصبح من غير منبه. طب بتنام الساعه كام طيب؟ ايه؟ بتنام الساعه كام؟ بالكثير 12. طب وبتكون قايم مستريح؟ يعني دماغك مستريحه وانت حاسس عندك نشاط قادر تبدا يومك؟ طبعا. يعني دي عوايده في النوم او طقوسك في النوم، انت بتحب يعني تعمل كده؟ يعني انا بحط السماعه عاليه على الاخر سوداني، هي اغنيه واحده مش مهم هي بتقول ايه الاغنيه، المهم ان هي الريتم ثابت. اهم حاجه يعني المخ بيستقبل الصوت ده او اللي هي الدوشه دي، هو ده اللي بيحسسك بالراحه شويه. بالظبط. طب انت بتحب تنام في الضلمه ولا النور؟ لا ضلمه، كحل. كحل برضو؟ مفيش اي همسه نور بصحى. طب انت لوحدك كده ولا عندك حد من العيله برضو نفس الكلام؟ لا انا لوحدي. انت لوحدك بس. طب ما انت مش قلقان؟ لا انا شايفاها حاجه عاديه، لان كل واحد ليه طقوسه. يعني في ناس تحب تنام على صوت التلفزيون عالي، ولو اتطفى او النور قطع بيصحوا من النوم. صح يا فوزي؟ يعني انا بختار السماعه عشان احطها ما بين ايدي واعرف انام على المخده. ما تبقاش متعبان يعني. طب هل انت حاولت مثلا تدور على طرق تانية عشان تنام، مثلا تقرا كتاب؟ اكيد حاولت بس ما فيش فايده برضه. بلاقي نفسي بلجأ للطريقه دي، يا اما مش هنام افضل صاحي، وانا عندي قابليه للموضوع ده جامده جدا. نومك خفيف. لعبت كل الالعاب يا فوزي ومش نافع حاجه غير بس السماعات في ودني. الله يعينك يا فوزي يا رب. وان شاء الله اعتقد ان ممكن بعد الجواز الموضوع ده يتغير، بس ده يبقى دورها بقى. ممكن بقى تكون هي اللي بترجي في ودنك كتير. ما تقلقش ما تقلقش، انت الدنيا تبقى تمام. بس انت لازم تتجوز واحده رغايه يا فوزي، لو اتجوزت واحده رغايه هتعوضك عن الاجانب. ما ممكن اخاف عليها من رد الفعل. لا يا حبيبي، ربنا يرزقك ان شاء الله بالزوجه الصالحه كده، وتكون يعني حياتك كلها سعيده ان شاء الله. ما تقلقش يعني، الحياه حلوه باذن الله. لا دي يجي برضو من الحالات الغريبه شويه، يمكن هو ربنا يعني جعل في حته معينه شويه ان هو إيه؟ عنده قدره بالشكل ده ان هو يعرف ينام. بص يعني. جه وقت عليا ايام الثانويه العامه كان بيبقى عندي ارق، احنا بدانا بقى انا بدات الارق من وقت الثانويه العامه، من كتر ما انا كنت ببقى دايما ستريسد وبذاكر وطول الوقت، فببقى مرهقه جدا، بس بالليل بقعد افكر. فعشان ابطل تفكير كنت بحط السماعات في ودني واقعد اسمع اي حاجه على الراديو، اغاني، برنامج حد بيتكلم، ساعات اسمع اذاعه القران الكريم، فكنت بنام عليها. وساعات لما كنت بصحى كنت بلاقي السماعات طبعا يعني واقعه، بس بيبقى لسه الراديو شغال. فكنت جت فتره عليا كنت كده، دلوقتي طبعا ما اقدرش اعمل كده، بس في فتره من الوقت ساعات الطقوس بتتغير او عادات النوم بتتغير حسب انت حالتك النفسيه عامله ازاي او بتمر بايه. فمش مستغربه فوزي، يعني في ناس كتير زيه. ممكن كده. لا انا مش بتقبل اي، حتى لو اللي هي تين بتاعت الموبايل دايما سايلنت طول الوقت يعني. دي اغلبيته. وغير كده كمان من اقل حاجه الواحد بيحس ان هو بيقلق بسرعه، وبحس ان الموبايل برضو لو رن دي مشكله كبيره. يعني دايما لزق كل حاجه هاديه كده. طيب تعالى بقى نشوف خالد بينام ازاي. يلا بينا يا خالد. ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيك منورنا. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب، قول لنا بقى عاداتك ايه وطقوسك ايه في النوم؟ 50 سنه، فكل ما الواحد بيكبر في السن ليه النوم بيقل؟ النوم بيقل ليه لما بتكبر؟ 50 سنه؟ في السن. ايوه. ما انا كنت لسه بتكلم مع فاروق في الموضوع ده، ليه؟ قول لنا انت ليه يا خالد؟ لا يعني الواحد مثلا بينام بدري
يجي لها الساعه 2 يجي لها الساعه 3. بس تفتكر ليه طيب؟ تفتكر ليه؟ ده بيحصل ليه طيب؟ الواحد ممكن ينام، يقعد ساعة تاني ويرجع ينام ساعة ويرجع يقوم تاني. يمكن تكون بتفكر في حاجات كتير مثلا ليها علاقة بالشغل، بالحياة، ضغوطات الحياة. والله اللي كان ساعدني اللي يعني الشغل مثلا، شغل تقيل على الواحد، أنا شغال في المحكمة كده كويس، فالشغل بيبقى تقيل على الواحد شوية. غير كده بنرجع متأخرين شوية، غير كده بنصحى بدري جامد. بس وكنت عايز أبلغك حاجة برضو يعني للقناه، يعني ان انا عايز اقول لرئيس كل سنه وانت طيب يا ريس، وعندنا البلد بسم الله الله اكبر تمام، يعني يا رب حياه كريمه وكله تمام التمام وربنا يخليه، والمشاريع اللي معموله دي اقسم بالله بلدنا يعني غير اي بلد ثانيه دلوقتي طبعا، شريف يعني زي ما بيقول اقسم بالله مواريث، ربنا يحفظ بلدنا يا رب يا خالد، يعني امين يا رب، دايما بلد يحفظ مصر ويحفظ الجميع، امين يا رب العالمين، يحفظكم جميعا ويبقى مصر منوره على طول بيكم. ده بيك يا خالد، ربنا يكرمك يا حبيبي يا رب، تسلم. شكرا ليك، شكرا جدا ليك. على فكره برضو مش احنا بس اللي عندنا مشكله، النجوم المشاهير في العالم كمان يا جماعه عندهم نفس المشاكل، واليوم طقوس غريبه في النوم كمان. اه يعني عندنا مثلا مين من ضمنهم، عندنا كان في حد عامل اوضه اللي هي عزل الشو، توم كروز يا جماعه عامل اوضته. بصوا هو ليه بقى، هقول لكم ليه، من الاخر كده هو حاسس ان هو ممكن وهو بينام من الاخر بيطلع صوت، احنا عارفين الصوت اللي هو بيتقال عليه ايه يعني، احنا ده طبيعي عندنا دلوقتي الموضوع عادي، يعني ايه المشكله تحس ان في سيمفونيه شغاله، إيه ما عادي كعرب احنا، لكن هو حاسس ان هو الموضوع ده لا اتسبب لي يعني بعض المشاكل في احراج مع الناس اللي حواليه، ده عادي هم هناك عندهم الحته دي. قرر يعمل ايه بقى؟ قرر يعمل غرفه صغيره، غرفه يعني ايه غرفه النوم اللي هي فيها عزل، عارفين انتوا الاوضه اللي هي بتاعت اي استوديو او مزيكا او حاجه ما حدش يسمعه، هو قرر يجيب السرير والحاجه ويعزل الاوضه ويعمل كده. يا عم ده احنا دلوقتي عادي يعني، ده عارف اللي هو تحس ان انت مش عايز اقول، بس يعني كان زمان في بعض يعني الاماكن كده كنت ممكن وانت مثلا يعني ماشي ولا حاجه، او انت في مع اصحابك واقف في مكان، او انت رايح في حته واقف في مكان، فتسمع الصوت مثلا بتاع الراجل عالي جدا من جوه بيته لحد بره من الشباك، ده دليل على النوم العميق. هو كده احنا كان بالنسبه لنا ده عادي، احنا بنتقبل ده بصدر رحب عادي، دي حاجه بتبين لك قد ايه ان دي هنا في بصمه عربيه. هي الفكره ان توم كروز يا جماعه اللي هو يعني فتى احلام كل البنات في العالم مش بس في مصر ولا في الوطن العربي، وفكره ان هو ينام ويبقى مزعج في نومه دي حاجه كانت بالنسبه لي انا طبعا غريبه جدا وجديده، ولكن يمكن كل واحد ليه عاداته وطقوسه في النوم، ما بين بقى الشخص اللي بيحط راسه على المخده وما بيفكرش في اي حاجه ودي نعمه من عند ربنا، وما بين الناس اللي طبعا نومها خفيف بسبب ان هي طول الوقت دماغها شغاله وبتفكر تبقى مضغوطه في الحياه. احنا كده فقرتنا خلصت، هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل المطربه الجميله مي عبد العزيز واحلى الاغاني هنسمعها منها، خليكم معانا. بص بقى الفقره دي من احلى الفقرات بالنسبه لي، وكمان برضو بالنسبه لكم ان شاء الله. ليه بقى؟ لان احنا دايما بنقول مصر يعني ولاده، مصر دايما فيها مواهب، فيها فنانين فعلا يستحقوا يكونوا موجودين على الساحه الفنيه وبقوه. لما بنلاقي حد كويس كده ايه لازم يعني نحاول نقول يا جماعه ده يعني مش موجود ليه بقاله فتره كبيره، دلوقتي احنا عايزين الشكل ده والنوعيه دي والاحساس الحلو والمشاعر. وطبعا اهم حاجه في ده كله هرجع اقول لكم الكلمات والالحان والاحساس. يمكن النهارده يعني مطربتنا ما شاء الله تمتاز بكل بقى حاجه، تمتاز بكل شيء، تمتاز بالاحساس القوي جدا وهي بتقول الكلمات والاغاني، وتحس ان هي ما بتغنيش، السهل الممتنع، الحاجه البسيطه كده اللي بتطلع بمنتهى البساطه. وكمان برضو هي بتهتم جدا بشغلها، يعني التلحين بقى وبرضو كمان الشكل الخاص بالنسبه للحالات اللي احنا ممكن في حياتنا بنمر بيها بقى، سواء كنت انت حاسس بمشاعر الفقد، مشاعر الحب، وايضا برضو
العلاقة الروحانية اللي دخلت فيها الجزء الصوفي شوية. النهاردة بقى منورنا كده إيه ومشرفنا الفنانة القديرة المطربة مي عبد العزيز. يا مي كل سنة طيبة ونورتينا. ثانك يو يا احمد. اخبارك ايه؟ ايه التقديمه دي حلوه جدا. ربنا يخليك يا رب. ازيك يا مي؟ عامله ايه؟ الحمد لله جدا. الفقره ان شاء الله هتبقى مختلفه ومتميزه جدا لان انت من الناس اللي بتحب الفن بجد وبتوصله للناس بشكل مختلف. شكرا ليك. خلينا نبدا معاكي كده من الاول خالص، يعني امتى اكتشفتي موهبه الغنى وبداتي تغني؟ والله عارفة يعني أنا من الناس اللي هو مش من وأنا صغيرة بقى بعملها أدرس غنى ومش عارف إيه، الموضوع كان جاي يعني تقريبا صدفة، لأنه كان في يعني أغنيتين هما اللي ابتدوا الموضوع. كان ساعتها في أغنية عندي اسمها بيوتيفل محمد أو محمد الجميل، وكانت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت ما كان في فيلم موسيقى عن الإسلام من كام سنة، وكان كنت متضايقة من ردود أفعال بعض المسلمين اللي كان فيه عنف او كده، فقلت ايه ده، لا انا محتاج اعمل اغنيه ارد واقول للناس مش عارف ايه الرسومات اللي هي الموسيقى بالظبط. فكتبتها ونزلتها من غير ما افكر في اي حاجه، وقلت يعني ده دي طريقتي في اني اعبر على اللي جوايا، وانتشرت جدا بقى، وبقى في ناس اجانب يبعتوا لي مش عارف ايه. فحسيت اللي هو ايه ده، انا عندي حاجه، ايه ده ممكن. سنه كام يا تقريبا 2012 دي كانت من البدايات يعني. ومن ساعتها بقى بقيت حاسه انه اوكي الموسيقى بالنسبه لي طريقه سريعه وحلوه وشغف بالنسبه لي، عايزه اعبر عن اللي جوايا وعايزه اوصله للناس، والحمد لله كان بيوصل، فقلت يلا نكمل بقى. يعني الموضوع جه معاكي كده ان انت حابه الحاجه دي فقدمتيها فالناس حبتها. بالظبط. بس ماي انت برضو بتمتازي بجزئيه كده ايه يعني مختلفه عن بعض الفنانات بقى والاجيال الحاليه وبرضو شويه القديم، انك بتعرفي تعملي يعني طريقه معينه او اسلوبك نفسه مفيش منه كتير، مش شبه حد، واخده منطقه لوحدك. دايما اي حد ممكن لاول مره بنشوفه مثلا بقالنا كذا سنه، انت مش اول مره بس بقالي كذا سنه، بس لما بنسمع صوت لاول مره بنقول ايه، بنقول الصوت ده شبيه لحد تاني، الصوت ده ممكن يكون قريب من حد تاني. انت اخدتي منطقه لوحدك خالص، انفردتي بيها، ممكن شفنا الشكل ده الى حد ما قريب ممكن من الستايل الغربي شويه، الستايل اللي هو العربي اللي فيه دمج اللي مش مفهوم اللي هو انت عاملاه ازاي. هل انت ده كنت مرتباه من جواكي ولا بيطلع لوحده؟ يعني انت اللي قررت تاخدي الشكل ده ولا هو الموضوع جه بالصدفه كده بالنسبه لك؟ شوف انا بشوف ان الفن هو التعبير عن ما بداخل الشخص، سواء كان شخصيتي، تربيتي، ايه اللي اثر فيا، وانا تاثرت بفنانين كتير قوي عرب وغرب طبعا، بس انا يمكن عشان برضو في دايركشن الاندر جراوند، يعني في كده موجه ابتدت طبعا بعد الثوره وكل الكلام ده، فاحنا كلنا اللي هو ايه الفنانين المستقلين زي ما بيقول، فهتلاقي كل واحد ليه لون وليه ستايل، فانا اثرت فيها يعني حاجات كتير قوي، هي كانت سبب يعني طريقه غناية يعني، ويعني بس هي المؤثرات يعني هي اللي كانت السبب. طب انت درستي اعلام ليه برغم ان صوتك حلو ما درستيش حاجه ليها علاقه بالفن والغنى يعني والموسيقى؟ بعد كده بقى يعني لما لقيت انه ايه ده، لا انا عايزه اتطور بقى، انا اطور نفسنا في الموضوع ده، دخلت بقى درست كل حاجه بقى يعني، صوت، نفس، اكتشفت يعني النفس ده طلع قصه، يعني كنت اجي اغني الاقي نفسي يقطع في النص اقول ما انا عايزه اجيب اخر البتاعة دي، فلا بقيت مركزه بقى يعني. بدأتي بعد شويه اكتر. بالظبط. طيب. عشان كده والله الواحد يعني مش متاخر انك تدرس اي حاجه في اي وقت والله. اه طبعا اكيد. طيب نسمع ايه بقى منك؟ عايزين نسمع حاجه. نسمع الناس يلا منك. بقى انا رايي ممكن نبتدي ب نبتدي باغنيه عن الحب بقى، ايه رايك يعني؟ ماشي. احنا داخلين على فالنتاينز ويعني كان في اغنيه بتاعت الفرح دي اللي كنت عاملاها قبل كده دي فكره الليله فرحه ولا الليله فرحه مثالي كانت كلها زغاريت و ايوه. ممكن نبتدي باغنيه انا وانت لان هي ناس كتير قوي يحبوها وشهدت قصص حب كتير قوي قوي. تمام. يلا بينا. يلا بينا. عايزك ما تخافش من اي حاجه مخوفاك، عايزك تكون مطمن اني انا معاك، انا مش هسيبك ولو وقعت انا سندك، نصاك التاني لاخر يوم مكملك، عايزه اولادي يكونوا منك انت، عايزة احفادي يتأثروا بحكايتنا، عايزة اكون بيتك ومكان اسرارك، عايزة اشوف
نشوف صورنا وذكرياتنا، انا وانت انا وانت انا وانت مكملين، انا وانت انا وانت انا وانت مكملين. شكرا. الله ايوه ايوه. ليكي ستايل مميز جدا في الكلمات وفي الاغاني، هي قريبه من الاندر جراوند فعلا، بس برضو ليها طابع تاني. يمكن الاندر جراوند دايما عندهم قضايا معينة ليها علاقة بالسياسة، بالشباب، بمعاناة الشباب، لكن انتي بتتكلمي في قضايا اجتماعية تانية مختلفة خالص. طب احكي لي عن الاغاني بتاعتك، بتتعاوني مع مين من الشعراء من الملحنين؟ وهل بتحطي رؤيتك انتي عايزة تغني لإيه في وقت معين، ولا هي بتبقى فكرة اختيارات قدامك وبتختاري الاغاني؟ طبعا اشتغلت مع شعراء كتير جدا، استاذ وليد عبد المنعم، استاذ نبيل عبد الحميد، يعني في ناس كتير خطيره يعني. لكن انا في معظم الوقت بكتب وبلحن اغنيه، لانه يعني زي ما كنت لسه بتقول بالظبط يا احمد، انه الموسيقى بالنسبه لي انا بكلمكم بس بغنيها، يعني عايزه مثلا اتكلم مع نوران في فكره معينه فهغنيها لها يعني. وطبعا كمان اشتغلت على كتابات الموسيقى او الاغاني، لانه كنت الكافي عندي كانت بقول اي حاجه في اي حاجه وبطلعها وخلاص، فطبعا مهم الواحد يطور من نفسه ويقرب اكتر برضو من الناس. فاخدت برضو شويه كده ورش مع حازم ويفي، شاعر هاير، هو اللي كاتب انسان لحمزه نمره ومولود سنه 80. فلا الحاجات دي اكيد فرقت معايا طول ما الانسان في تطور يعني مستمر. فهي لا يعني في حاجات انا معظم الحاجات انا اللي كاتباها وملحناها يعني. اقول لك على حاجه، يعني انت فعلا لخصت الموضوع، انت بتعملي السهل والصعب في نفس الوقت، الاثنين مع بعض. انا بحس انك ممكن فعلا الكلام اللي بتحسيه او بيجي في دماغك او اللي هو عايزه تقوليه يعني حتى من الاخر يعني لو ليه قافيه ملوش قافيه، ليه وزن ملوش، ايا كان الموضوع ايه، انت بتقوليه بيطلع منك وبيوصل للناس، لان طلع منك فعلا بسهوله مع انه صعب. خلي بالك برضو الواحد ممكن يشكل ده يعني ببساطه. صح. وكمان الجميل ان انت اخدتي منطقه يمكن مفيش ممكن فنانه اخدتها قبل كده بسهوله، برضو ان هي تبتدي تتكلم او تقول اللي جواها باغاني يعني او بشكل معين من الجانب الى حد ما هعتبره الصوفي يعني، اللي هو ممكن في مناجاه، ممكن في بعض الكلمات اللي هي فيها حب للنبي، فيها حب لله سبحانه وتعالى. الموضوع جه معاك ازاي وما قلقتيش انك ممكن كبنت تعملي ده؟ لا انا جدا كنت في الاول اللي هو دايما الحاجه الجديده والمختلفه واللي فيها ريسك زي ما بيقولوا، يا تصيب يا تخيب يعني. فالحمد لله يعني كان في طبعا شويه اعتراضات، بس الاوفر اول يعني او الموضوع العام كانت الناس مبسوطه منه، مبسوطين جدا. وانا بالنسبه لي الصوفي ده حاجه تانية بقى، عارفه اللي هو انت بتكلم ربنا فعلا او بتناجيه او فالموسيقى الصوفيه بتحط اصلا الناس في حاله روحانيه حلوه جدا، بالذات الحياه كلها دوشه وصعبه. صح. ومش عارف ايه، فمهم قوي، انا شايفاها من الحاجات المهمه جدا يعني، الصوفي ده مهم جدا جدا يعني. والحمد لله مبسوطه جدا دخلت فيه، لانه من احسن تجارب حياتي كانت من الالبومات الصوفي، والحمد لله يعني يجي لي رياكشنز من ناس كبيره في المجال عامه ان هم حاجه مبسوطين منها، فهكمل فيه اكيد يعني. طب ممكن نسمع حاجه صوفي؟ يلا بينا. الاغنيه دي اسمها ادوب محبه، واللي غناها سوري الشاعر اسمه اسلام معتوق، شخص جميل جدا جدا. فادوب محبه. يلا بينا. أذوب محبة ويذوب قلبي، وأحمل في الحشا سراً يبوح، وأشهد أنك القدوس ربي، وفي الأرجاء أشواقي تلوح. فعطر بالهوى خطوات دربي، فإننا سائما النجوى تفوح، ودود ألتقيه يزيل كربي، لطيف عندما ترجوه روح. شكرا. الله. ليه يعني ما تغني اكتر؟ مستعجله على طول.
جميلة والله ما شاء الله. سؤالي ليكي هيبقى بصي يعني صريح، انت فين؟ اه لا سؤال وجودي بقى ده. ليه؟ بصوا يا جماعة الفنانة المحترمة الموهوبة يعني عايز اقول لكم هي بقى لها سنين وسنين ما شاء الله موجودة وليها متابعين كتير وانا من ضمنهم على فكرة وبسمعها كتير يعني، بس بحس برضو انك لسه ما اخديش المكانة او لسه ما تحطتيش في المكانة اللي انت تستحقيها لحد دلوقتي. بنشوف طبعا مع احترامي كل الناس اللي موجودة على الساحة الفنية من الشباب ومن الجيل الجديد، بس برضو بحس انك لازم تكوني موجودة بالشكل واللون ده على الساحة الفنية. صح، وانا رأيي غلط في الموضوع. صح 100% والله. هقول لك يعني اه معك حق طبعا. انا يمكن الفترة اللي فاتت كانت زي فترة ملاحظة، يعني قررت ان انا ايه ارجع كده واتفرج واشوف ايه اللي اقدر اقدمه اكتر واحسن، لانه برضو الموسيقى في السنين اللي فاتت حصل لها فوق وتحت كتير قوي، ups and downs كتيرة جدا جدا جدا. فكان مثلا ممكن وقت الثورة ايام كنت بغني الحاجات اللي فيها حماس ومش عارف ايه، او ما بعد الثورة كمان كان في استجابة وكانت الناس ماشي حابين نسمع كلام ده، بس بعد شوية بقيت حاسة انه الناس تعبانة ومجهدة والحياة صعبة وعايزين بس حاجة يفكوا عن الستريس او القلق اللي عندهم. فقلت اوكي انا ممكن افضل زي ما انا بس برضو اقرب لهم شوية. فصدقني انا يعني بعد فكرة الملاحظة دي ان شاء الله هعمل حاجات اكتر واحسن وفي تطور مستمر. لما عشتي فترة الملاحظة وان انت بتراقبي الساحة الفنية والغنائية من بعيد، حسيتي ان انت ممكن تاخدي انهي نوع من الغنى؟ يعني انت شايفة دلوقتي يمكن اجاني المهرجانات او اي اغنية مترقعة فيها رتم معين بيهيص الناس ويخليهم يرقصوا بتبقى ترند وبتنتشر جدا الناس كلها بترددها، صح. يمكن ده ما يكونش الخط بتاعك او الغنى بتاعك، انت عندك رسالة عايزة توصليها من خلال كلماتك اللي بتكتبيها وبتلحنيها. شايفة انه بعد الفترة دي انت ممكن تروحي لانهي نوع من انواع الغنى؟ بالعكس انا كل حتى يعني مهرجانات او اي نوع من الفن، انا شايف الفن هو تعبير، يعني اي حد بيعبر عن نفسه عنده المساحه والناس دي تقبل يا ما تقبلش، فبرضه الاعتراض على ده بحسه مش صح يعني. لا مش الاعتراض، بس انت حابه تروحي لانهي نوع اكتر؟ يعني مثلا الاغاني بتاعتك بالستايل بتاعك هو موجود مع تجديد، او من انت تروحي اشكال تانية من الغنى عشان الناس تقرب لك اكتر او يعني توصلي للناس او شرايح اكبر من الناس، ولا انت برضو هتبقي حابه يبقى اللون بتاعك الخاص بيكي هو ده اللي انت تبقي ماشيه عليه؟ لا يعني حابه طبعا اطور واقابل الناس اكتر، وطول ما انا محافظه على هويتي ممكن اعمل اي حاجه، بس يبقى في حته انه الحاجه خارجه مني انا مبسوطه منها بس. بس يعني حابه ايه؟ عارف ليه ولا مكاننا الاخير؟ هنزعل الناس كده برضو حتى يعني حاسسهم برضو احنا عندنا الحمد لله ناس يعني بتقول كلمات في الجول يعني او في مكانها. حابة ايه؟ هي مكانها الاخير عن الموت يعني. نخش على الزعل، نزعل الناس شوية. لا ليه عايزين نتبسط، وفي هي دي الحياة دي عن الغربة لو حابين برضو حاجة. طب ممكن نسمع هي دي الحياة؟ هي دي الحياة. بس طويلي شوية والنبي يا معين. اوكي اوكي، ما تبقيش بخيلة وتغني لنا جملتين. ممكن تعرفين ممكن ايه؟ ايه بقى؟ ممكن اللي احنا كنا لسه بنقولها دلوقتي، كنت بشتاق لك نعمل الميكس ده اللي هو حلو قوي ده. اعملي الميكس اللي انت عايزاه ده، جميل قوي اللي هو العربي بقى الاغاني الغربي. جميل ده. يلا بينا. الله يعني في كملي شويه بقى. لا انا بخيله شويه. ايه ده؟ قولي لنا يعني في حد في العيله عندك برضو يعني صوته حلو ليه علاقه بالفن ولا منفرده لوحدك؟ والله بابا شويه، بس هو مش يعني مش يعني مش بيغني قوي، بس شويه هتلاقيه يعني يحب كده، عنده يعني صوته طربي اكشلي يعني. الباقي بقى لا طبعا بنسرح وشه بعض. حلوه معاكي دايما بيقيم وفني يعني. اديله مثلا بالظبط جدا. وحتى دايما احنا بنبادل مع بعض حاجات، مش عارفه طب اسمعي دي لصباح فخري، طب اسمعي دي الناس حتى انا ممكن ما اكونش بسمعها قوي. فحتى يعني بيوسع مداركي كارتست يعني وفنانه. حلو قوي. طب احنا عارفين ان انت بتحبي الاطفال جدا يا ماي، ودرستي علم نفس الاطفال في امريكا. احكي لنا كده عن تجربتك مع الاطفال بعد ما رجعتي. هل بتفكري تعملي لهم اغاني؟ هل عملتي اغاني للاطفال الأطفال فعلا ولا لا؟ هو انا سر حبك للاطفال برضو يعني. بالظبط، وانا بحبهم بس مش قوي يعني. يعني على حسب يعني. على حسب الطفل برضو. هو انا كمان علشان غير ان انا بغني بحب ادرس الموسيقى. تمام. وبحب يعني بالنسبه لي اسرع طريقه توصل بيها حاجه لطفل او لكبير الصراحه، بس الطفل كبدايه يعني موسيقى، غني له حاجه
عارف اللي هو نيز اند توز، هم يعني يسمعوا الحاجه تخش على طول في اللاوعي عندهم يعني. فقلت اوكي انا محتاجه برضو ادرس سيكولوجيه الطفل وافهم ازاي اوصل لهم. فدرست الموضوع ده، بس كانت دراسه عبيطه يعني، مش بقى شهاده كبيره ولا حاجه، بسيطه قوي يعني، بس فرقت قوي معايا في، عارفه اللي هو اوكي انا عارفه انا رايحه فين او محتاجه اعمل ايه. ودرست بقى يعني عملت زي منهج كده، وكل طبعا شويه بطوره وبشتغل على نفسي فيه، انه اوكي انا محتاجه الاجيال اللي جايه يسمعوا موسيقى كويس، يحبوا بعض اكتر، يفهموا بعض، يكون في احترام. فابتدى بقى الموضوع يتطور واحده واحده، وده علمني انا اكتر بكتير يعني. عارف لما في زي حكمه كده بتقول انه احسن طريقه انك تتعلم انك تدرس، كل ما تدرس حد تلاقي نفسك بتكتشف حاجات في نفسك انت يعني. فالحمد لله لفيت بقى مع ان جي اوز كتير او منظمات كتير قوي، كل بقى افريقيا، مصر طبعا، كل حته في مصر، سوريا. يعني الموضوع كان بالنسبه لي تجربه رهيبه، ولسه مكمله فيه طبعا الحمد لله يعني. نسمع بقى نسمع بقى نسمع ايه؟ يوسف بتقولي عايزه غفرانك كامله. الله كامله على طول، خد بالك كامله. يلا بينا ما يطلبه المستمعون. غفرانك اللهم جل علاه، لطفا بعبدك خالقي رحمن، يا كاشف البلوى أتيتك راجيا أرجو رضاك، فليس لي إلاك، أرجو رضاك فليس لي إلاك. إن كان حظي في الحياة قليلها فالصبر يا مولاي فيه رضاك، ما حيلتي والعجز غاية قوتي، فإذا قضيت فمن يرد قضاك، فإذا قضيت فمن يرد قضاك. وجهت وجهي نحو بيتك داعيا، يا من تجيب العبد إذا ناداك، بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. شكرا قوي قوي قوي. الله الله الله. لا بجد كلماتها عجبتني قوي يعني. ممكن تحكي لنا كده كلمات مين؟ هل تأليفك؟ لا دي فولكلور اسلامي قديم يعني. يعني اشكر جدا جدا اشرف ماجد، هو موزع، هو اللي اقترحني للموضوع ده، كان من تاريخ 2015 او 14، واكسير هما طبعا اللي انتجوها. لا كانت تجربه حلوه جدا، لان غفرانك بالذات حسيتها قعدت مع الناس كتير قوي يعني. حتى بقى مثلا مره كنت في ماليزيا لقيت حد بيوقفني يو ار يو ماي غفرانك. فبحب ان الموسيقى لما تكون محسوسه بجد، مفيش ولا لغه ولا دين ولا كل الحاجات دي بتنزل والناس بتبقى واصله لها يعني. انا بحب الاغنيه دي قوي يعني. بحسك برضو ان اغاني الكفرز بتاعتك تبقى يعني، وانتي ممكن حباها وبتقوليها برضو بشكل مختلف، لازم بتنوعي في حاجه معينه فيها، معرفش ايه، بس ممكن بتنوعي في الطريقه، في اللحن. بس انا عارفها الاغنيه دي، بس بحسها ان يعني هي اغنيه احنا سمعناها قبل كده، بس ممكن الواحد وهو بيسمعها بيحسها كانها لاول مره بتتقال. هل انتي بتكوني قاصده تختاري بعض الاغاني اللي هي معلمه مع الناس، من ضمنها مثلا رمضان جانا؟ صح، كان من ضمنها برضه التاتش بتاعك كده. يعني حاجات معينه انت بتحبيها وتقوليها. هل شايفه ان ده بيعمل نجاح برضه للفنان، ولا هي بتبقى فتره ولازم الواحد يتوقف عنها بعد كده يعني؟ الكفرز يعني بعدين. الكفرز ده ساعات ناس الكارير بتاعهم او مهنتهم ووظيفتهم بتبتدي من الكفرز، وبعدها بيعملوا اللي هم عايزينه يعني. انا بالنسبه لي عشان الموضوع ابتدى معايا
باوريجينالز مش كفرز. فخلاص انا متسيستم يعني، طبعا بعمل كفرز كتير بس عشان في ستايل في الاوريجينالز فمش عارفه ابقى بعمل كفر زي ما الكتاب بيقول. وكمان بنسى دي عندي مشكله، فدايما برجع لطريقتي او للي انا شايفاه مريح، بس بحاول طبعا ابقى في النص دايما. طب واحنا لو رخمنا عليكي وقلنا لك تجنلنا اغنيه كفر، هل ده هيأثر يعني على صوتك او حاجه؟ لا يعني؟ لا طبعا، لا طبعا. طيب حلوه دي، نحاول افكر في حاجه. طيب بس عايزين مدلي، عايزين حاجه طويله شويه كده، حاجه نص ساعه يا هشام. ثلاث دقائق، خلاص كنت بديها صفر. خلينا نفكر كده ممكن. والله انا بفكر في، طيب بصي يا مايا، احنا عشان الوقت خلاص خلص مننا فهتبقى دي اخر اغنيه، فانا حابه ان انا اشكرك جدا 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 على الفقره الجميله دي، نورتينا فعلا. انت انسانه موهوبه واكيد ان شاء الله يبقى ليكي يعني مستقبل رائع في مصر. شكرا ليكي الوطن العربي. شكرا، شكرا ليكي جدا يا مايا. ميرسي قوي ليكي. ربنا شكرا جدا يا مايا. هنسيبك بقى نستمتع باخر ثلاث دقائق في الفقره مع الاغنيه بقى الكفر او اللي انت عايزاه يعني. يلا بينا. ممكن نقول ممكن نقول someone like you بتاعت أدل مثلا. اوكي ماشي. لكل بقى ايه محبي الاحلام والرؤى، طبعا دي الفقره المعتاده لينا كلنا كده، ايه بنستناها كده ايه كل اسبوع علشان خاطر نحس ان احنا يعني في بعض الحاجات واحنا نايمين عايزين لها تفسير. في بعض الحاجات اللي هي من ضمنها يعني داخله فيها في النوم العميق، مش في النوم العميق، تحس ان انت عايز لها تفسير. صحيح. طبعا كالعاده يعني النهارده منورنا يعني الخبيره طبعا في الرؤى والاحلام، وطبعا كمان صوفيا النهارده بقى هتتكلم معانا عن الاخشاب والخشب بانواعه واشكاله بقى، اللي انت عايزه بقى يعني، عايز اي خشب أي في البر في البحر في الجو براحتك. طبعا صوفيا نورتنا جدا. الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني يا نورا. وحشتيني حبيبتي. انتوا وحشتوني اكتر والله. منورانا دايما. اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. طيب زي ما فاروق كده اتكلم، عايزين نتكلم بقى ونفسر الخشب بكل اشكاله وانواعه كده. هنتكلم في الفقره كلها عن حاجات كتيرة جدا ليها علاقة بالخشب، بس بداية كده تفسير الخشب ايه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الخشب لو كان في مكانه الاساسي، لا في مثلا لما مركون في حتة كده ولا حتة ممكن يصيبوا منها تسوس يصيبوا منها حاجة، ده يبقى فيه اموال مخزنة مدخرة ليك مستقبلا. تمام. حاجة حلوة سايبها الاب، سايبها ميراث ايا كان، فهي اموال مخزنة. طيب لو كان بقى مترمي كده ومتبهدل ومش عارف ايه وخايف ان انت تعدي عليه او تخبط عليه تتعور او كده، دي ناس منافقين خشب مسنده، اللي هي لما تشوف حاجه كده ملهاش اي لازمه وواقفه كده زي ده، نفاق، ده دلاله على النفاق. تمام. طيب لو كان بتصنع بقى من الخشب دي، مثلا بتعمل دولاب، بتعمل سرير، بتعمل حاجه، فهو على حسب الحاجه اللي معموله، حسب المنفعه. ما يتخذش بالخشب، يؤخذ بالشيء. سرير سرور، دولاب اموال مخزنه. فما يتخذش بالخشب يعني بشكل الخشب ايه او هيئته ايه، اللي هو خلاص بتعملي بتظبطي مثلا بتعملي دولاب، فبتعملي قطعتيها. بالمناسبه كمان تقطيع الخشب معناه تهذيب وتاديب واصلاح للاولاد. العيال ممكن يكونوا يعني فرطوا مننا ولا حاجه في حاجه كده اتعلموها فيها نفاق، فيها زور، فيها خديعه، فيها كذب. فده معناه النجار معناه مؤدب، يعني المؤدب ده ممكن يكون داعيه اسلامي، ممكن يكون شيخ في امام في مسجد، ممكن يكون حد انت بتستمع له بتحب نصايحه، ناصح يعني، ده اللي هو النجار. تمام. طيب يعني الاستفاده من الخشب على حسب على حسب منها. حاجتها كان سرير، كان دولاب، كان مكتب، ايا كان ايا كان على حسب حاجتها. يعود الخير في الرؤيه وبتفسر على الحاجه. تمام. لكن مش بقى لو مكسور بقى وانت لفت نظرك مثلا لوح مكسور او حاجه كده، فده للاسف الشديد خلي بالك ان مثلا لو اللوح ده في السرير، فده خلي بالك ان دخل بين المراه وزوجها نوع من انواع النفاق او الكذب. تمام. طيب في العمل مثلا، مكتبك اللي في الشغل حصل فيه حاجه كده، خلي بالك اللي حواليك برضو بيدهنوا وينافقوا من اجل الحصول على شيء. فكل حاجه ليها وضعها.
على حسب الرأي وعلى حسب ايه الشيء اللي ظاهر. طيب لو شفنا سفينة في المنام. حلوة. بصي هو طبعا نسبة لسيدنا نوح السفينة نجاة، ولكن القارب عكس السفينة. القارب معناه ضيقة وخنقة وبالكاد ان انت تعدي يعني بالعافية، فهي فيها ضيقة، وخصوصا لو ثقبت مثلا ولا حاجة. الا ان ثقب السفينة في الرؤية خير. سيدنا الخضر وسيدنا موسى. سيدنا الخضر عليه السلام. فده دلالة على الخير هنا. طيب لو لقيتي مثلا لوح ماشي على المية والواحد دي اسمها نجاة، يعني زي ما بيقولك ايه، حاجة القشة قشة بتنجيك. بالظبط كده، حاجة انقذتك، فحاجة كويسة جدا. النشارة بتاعت الخشب، فلوس كتيرة، هي والتبن. الاثنين دول لما تشوفهم بكثره. وبيقول لك كمان نهايه حفله، يعني ايه؟ يعني في مناسبه ساره وده ما تبقى منها بقايا حفله يعني. فرؤيتها حلوه قوي النشاره. لا حلوه قوي. يا رب نحلم بنشارات كتير. ان شاء الله. طب معلش برضو هنا بيختلف الخشب داخل المنزل عن خارج المنزل؟ بيختلف؟ طبعا. بص خارج المنزل ده مالكش صله بيه. تمام. ده معناه ان ممكن يكون حلم عام او على حسب منطقتك، يعني مثلا في العماره، شفتوا في العماره يبقى ما يخصناش لوحدنا، يبقى كل العماره شايله. تمام. في المنطقه، فعلى حسب يعني. مثلا لو شفت مثلا خشب بينزل من السماء، دي رؤيه عامه فيها يعني كوارث او احداث كونيه مزلزله للبني ادم، فمش مش حلوه لانها هتنزل اخشاب، هتوقع وكده. وحتى لو نازله زي الشوك فده برضو مشكله، ابتلاءات واوبئه. طيب والعياذ بالله. معانا اول تليفون من استاذه منى. الو. اخي مساء النور، اتفضلي. ازيك يا استاذه منى؟ انا كويسه الحمد لله. دكتوره صوفيا، اتفضلي معاكي يا استاذه صوفيا. اهلا بيك. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله بخير حبيبتي، الله يخليك، تسلمي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا رب. جدا في الله، والله بحبك في الله جدا. يا حبيبتي ربنا يخليك. وبرتاح لك، والله برتاح لما اشوف حضرتك. الله يعزك يا رب. انا عندي كذا حلم كده، بس ارجوكم ما يفوتوش عليا. بالله عليك يا دكتور. لا اتفضلي اتفضلي. هو كذا حلم زي ما قلت يعني، وعايزه. هما كام حلم؟ طيب ماشي، هما ثلاثه. حلمين صغيرين قوي. نبدا مع حضرتك. طب انا استاذنك حاجه يا استاذه منى. انا ليله الحلم بنحاول نقلل من التفاصيل بس. تمام. اتفضلي. حاضر يا استاذه. هو حلمين صغيرين، ابني شاف باباه متوفى. الله يرحمه. الله يكرمك. شافه حضرتك. حلم قال لي مش متذكره قوي ان هو بيتكلم معايا، بس كل اللي فاكره حاجه صغيره قوي. اداله ريموت التلفزيون وقال له حول. فانا مش فاهم الواد سنه قد ايه؟ 33. اداله ريموت التلفزيون وقال له حول؟ بس مش فاكر غير الجمله دي. طيب. قول لي حضرتك حلم التاني بسرعه. اتفضلي. هو استني، هو متجوز ابو 33 ده؟ لا 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 لسه، ادعي لي يا دكتور. مرتبط، خاطب، بيحب، ايا كان؟ لسه احنا بنجري في موضوع العيلة لي حضرتك. ايه؟ لا لسه. طيب. الحلم اللي بعده ايه بقى؟ بيسعى. طيب. الحلم اللي بعده ايه يا فندم؟ بنتي شافت باباها برضه متوفي، طلب منها كوبايه شاي. مين اللي شاف؟ ابوها طلب منها كوبايه شاي، والدها اللي متوفى. فعملت له كوبايه شاي، بتقول لي شفافه جميله قوي يا ماما. فقالت لي طب استنى هجيب لك بسكوت لوكس ده بتاعنا. وكان بسكوت مع الشاي، وكان مبسوط جدا. وصحيت على كده اذان الفجر. ايه 15 ايه؟ الحلم الثاني. بسكوت وشاي وصحيت على ايه؟ صحيت على الفجر. على كده. طيب على الفجر. حلو. الحلم الثالث بقى ده ثالث. قول بسرعه. الحلم الثالث. تمام اتفضلي. الحلم الثالث يا استاذ. بنتي شافت ان هي عندنا ثلاجه جميله قوي، بس مقفوله بقفل، والقفل ده مش عارفين نفتحه، اخوها مش عارفين يفتحوه. فلقيت في جنيه فضه قافل القفل ده، فهي حاولت فتحت الثلاجه دي، لقيت فيها خير كتير قوي، بسكوتات وشوكولاتات وحاجات، خدتها وطلعت، ادت لاولاد غلابه كده منها شويه، وادت الباقي لاخواتها. شكرا ليكي جدا، هسمع حضرتك بقى. شكرا ليكي يا استاذه منى، نورتي. شكرا ليكي. طيب في معانا تليفون ثاني يا احمد. طب ناخد ماشي. آية. طيب آية. ألو. ألو. مساء الخير، ازيك يا آية؟ الحمد لله. اتفضلي يا آية، معاكي صوفيا، اتفضلي. أهلا بيك يا آية. ازيك يا دكتورة؟ ازيك، الحمد لله بخير. أنا حلمت النهاردة، بصي أنا متجوزة بقالي 5 سنين. خمس سنين. أربع أطفال. وعندك أربع أطفال؟ عندك أربع أطفال؟
لا ماتوا مني اربع اطفال. يا حبيبتي ربنا يرحمهم ربنا يعوضك يا رب ان شاء الله يا رب. فانا النهارده حلمت ان انا رحم على سلفتي، سلفتي لسه ولده بقى لها 3 شهور. انا رحم النهارده معاها المستشفى وانا وجوزي وجوزها، وجوزي شغال في نفس المستشفى فجوزي قاعد على جنب زعلان واخو جوزي مع مراته في العمليات. اول ما باب العمليات اتفتح انا جريت على العمليات على طول وراح مديني الولد على ايدي وانا قعدت اعيط والولد قعد يعيط وقعدت اقول له خد من ايدي عشان انا بخاف من الاطفال الصغيره مش بعرف. هي خلفت ولد برضه؟ هي ولدت. طيب خلاص. وبعد كده انا فرحت قوي ورحت صاحيه على كده ربنا. راحت واحدة طالعة من العمليات عشان هي عارفة جوزي، راحت قالت له ربنا هيرضيك يا رب ان شاء الله. رؤية كلها مبشرات رغم انها من الاحلام النفسية البحتة. لان هي واقع حاصل، سلفتها والدة، هي ما بتخلفش، هي تتمنى، يعني هي في حالة غبطة لسلفتها انها مخلفة وكده، ودخلتها على العمليات ودخلتها على كل ده تمني. ان شاء الله بصي يبقى على ارض الواقع. ادعي ربنا كتير، اكسري من الاستغفار، وان شاء الله ربنا هيكرمك رب باذن الله تعالى. ان شاء الله. طيب معانا استاذه انجي على التليفون. الو الو. ايوه اتفضلي. اكلم دكتور صوفيا. اتفضلي. اهلا دكتور. انا حلمت بعد الفجر النهارده ان في طين كتير في الارض، انا في مكان ما اعرفوش، وانا ببص على ابني الصغير عنده 3 سنين، لقيت ان هو هيقع، هو بالفعل واقع. وبعدين انا بقول للبابا انزل الحقه انزل جيبه. فهو انا ما شفتش ابني، وبعدين نزل بابا عشان يجيبه. فلقيت ابني ان هو طلع ومشي بره التين ده وطلع ما فيهوش اي حاجه. طيب. بس بابا هو كان لسه ماشي بقى، يعني ماشي في الطين لغايه تحت ركبته كده، وكان اللي هو زعلان جدا وحزين ان يعني ابني وقع. بس ابني طلع، انا ما شفتش جوزي طلع او لا. وبعدين لقيت مامتي في الحلم جايبه ابني برضو ده الصغير، فانا حسيت ان هو شعره من الجناب خفيف شويه، زي يعني اكن حد قصه له. فانا بقول لها مين اللي قص له شعره. ففي الحلم انا توقعي ان جده ابني الكبير، هو انا عندي ولدين مش من نفس يعني من مش من نفس الزوج. ايوه. فجده ابني الكبير هي اللي قصته له. فانا عماله اقول لها انا بلطم على وشي، وعماله اقول لها هي بتاعت اعمال وبتاعت اسحار، انت وديتي ابن الصغير عندها ليه؟ طيب بصي هقول لك على حاجه. مبدئيا حته الطين والوحل اللي هي شافته ده، الطفل صغير ما يجريش عليه مجرى الاذيه، خدت بالك؟ تحول الى الاب. فكون ان وقع في الطين او في الوحل، للاسف الشديد في مجموعه من الناس يعني ما يستحقوش صحبته، هيدخلوه في امر كده في مشاكل. لان الوحل والطين والحاجات دي امور فيها مشاكل، وهو هيحاول يتخلص منها ومش قادر ومش عارف ايه. بص توخى الحذر ممن حولك، ده اللي انا هقدر اقوله. الامر عايد على الزوج على طول. ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذرهم. هي شايفه ان الولد هنا في الحاله دي عدو. اللي دخل وقع ده، العدو ده هو اللي بيعادي الوالد. فاهمه ازاي؟ الولد عدو في الحلم. الولد عدو. تمام؟ البنت حلوه، البنت دنيا. الولد عدو، فلما يقع وكده هي برضو بتعمل الخير في غير اهله، لانها ملهوفه على العدو ده اللي هو اذيها ان هو وقع وبتدور عليه. فهنا ده تمثيل للاذى وليس لطفلها، طفلها ده بعيده خالص. ده بس ما هو الا يمثل الاذى اللي في الواقع. الاذى اللي في الواقع يعني. خدت بالك؟ ويمثل صحبه الوالد مع ناس مش كويسين. هم اللي هيدخلوه، هو نازل ورا مين؟ ولا ابنه. فهم هيدخلوه في امر زي كده، فخليه ياخد حذره. طيب احنا عايزين معانا تليفونات تاني؟ لا مش معانا. ممكن نرجع بقى لمنى نفسر حلم او ثلاث احلام كاستاذه منى. ماشي. كانت بتقول الاب متوفي وابنها حلم ان هو شافه وبيمسك ريموت التلفزيون بيقول له يعني حول القناه. بص هو حول ده معناه انقل، يعني ايه؟ يعني غير حياتك ايا كان. لو ما كانش بيصلي فعليه ان هو يصلي. لو في حاجه في دماغه
ناوي يكتسب منها اموال، لا يوسع يعني سقف طموحاته يعليها ويدور على حاجه ثانيه. لو في واحده بالفعل لا ينقل، ينقل، لان التلفزيون عاده بيظهر يعني معناه ايه تلفزيون اصلا؟ يعني حاجه فيها ونس، الونس اللي هو مين؟ الزوجه. خدت بالك؟ فواحده هو يعني حابب ان هو يبقى على الجردشه يعني معاها او كده مره ثانيه يعني يحاول يعني يحاول يعني يشوف يستخير لا خاب من استخار ولا ضل من استشار. هو ما ينقيش، ما هو لو نقى برضه هيقع في نفس القصه. هو محتاج ناصح. الناصح مين؟ هو الله تعالى. فالاستخاره هي اللي بتدلك على حد وبتزقك على حد، ده نصيبك واسمتك، هو ده اللي نفعه هيك. طيب ده الحلم الاولاني، ده الاولاني. بعد كده الحلم الثاني بنتهى بقى حلمة ان بتعمل شاي، شاي والبسكوت. طيب هو عامه ده صدقه جاريه للميت، الميت محتاج لصدقه. كل ما كان الشاي، الشاي ما يشتهيه النفس، فده معناه ان في فرحه في بيتهم. الشاي عاده في الرؤى بيبقى مناسبه ساره. ليه؟ لان في حاجه فيها تفرح او تدخل السرور على البني ادم. وهو مشارك، مشاركه الميت والحي في مناسبه معناها خير للحي او للرائي، فهي بشرى ساره ليها ان شاء الله باذن الله بفرحه لبنتها دي. ولكن لا تنسوا الاب من صالح الدعاء والصدقه. موجود معاهم بس البسكوت، انا حاسس ان هو البسكوت ده انذار منه ان هم بيهدروا في وقتهم على الفاضي. في اهدار للوقت، مفيش صلاه، يعني الوقت ضايع، مش مستفيدين بوقتهم بشكل صحيح يعني. بالظبط كده. طب حلم التالت معلش، اللي هي بنتها حلمت ان باب الثلاجه مقفول بقفل وفتحته اللي هو بجنيه، وبعد كده لقيت ان هو جواه بقى خيارات كتير وكده وطلعوا حاجات. هو الجنيه في العاده بيبقى ذكر او صبي او يعني او ولد، فهو ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيجيب حد هيكون أدم الخير عليهم. ممكن يكون عريس ثري جدا هو اللي هيفتح باب التلاجة. فيعني فهي بشرى ساره بدخول المال بس بعد ظهور شخص. هي التلاجة معناها ايه؟ التلاجة دي كل ما هو في البنك يعني البنك. بجد؟ والله. بس نقفل، عايزين نقفل. النشارة والتلاجة حلوة. حلوة. ايوه طبعا تلاجة. ولو التلاجة فاضية مش حلوة خالص، معناه البني ادم هيفلس. لو بقى مليانة من خيرات الله ومش عارف، مليانة شوكولاتات وحلويات وحاجات حلوة. سلام على الدلع. ايه ده بس ده؟ طيب صوفيا، في حد بيسأل عن ان هو كان حلم انه مسافر بره مصر. ايوه. وانه في ثلاث ثعالب عضوه من ايديه. للأسف الشديد في ثلاث، عادة الثعالب والضباع بتنتمي إلى جنس النساء. تمام؟ فثلاث ثعالب جاية من المكر. يعني في ثلاث ماكرات هيمكروا بيه يعني، والعضه دي بالعكس يعني هيوجعوه كمان في الايه؟ يعني هيحصل هيأذوه، هيأذوه عشان ما يتحركش او ما يتنقلش. يعني لو الشخص ده مثلا ليه علاقه بانه يسافر بره مصر او حاجه، في حد هيقف، هيوقفوا له الحال ده. ده تعطيل. تعطيل يعني. ايوه. ثلاث ثعالب يعني ثلاث ستات هتعطل له الامر وهيوجعوه قوي ويضايقوه قوي. نلاقيها من ايه ولا ايه؟ طيب معانا سمر على التليفون. يا سمر. الو سمر. أيوة. ازيك يا سمر؟ الله يخليك. كله كويس؟ تمام الحمد لله. معاكي صوفيا، اتفضلي. حلمك ايه؟ قولي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. انا ابني كان حلمان حلم كده. كان حلم ايه الحلم هو بقى؟ ان هو مثلا طلع عند ربنا. وشافه يعني، بقول انا شفته. قد ايه الولد؟ قد ايه؟ عنده 10 سنين. وهو بيقول لك ان هو شاف ان هو طلع عند ربنا؟ طلع عند ربنا. وبقول يا ماما، بقول لي تعالى، بمد لي ايده، بقول لي تعالى ما تخافش. بس اسمعي بس، هقول لك على حاجه. اقفلي على المنام ده عشان كده كنا هنسخط في الشكل ده. اولا الاطفال بتبقى خيالها واسع، وخصوصا لما تدخل الله في الرؤية. فهو الطفل من كتر ما شايف ان مامته مش عارف مهتمة بالصلاة وكده، فده معناه ان هو يعني مهتم بشيء معين. خيالات. خيالات يعني حلم نفسي. طب طبيعة السن. طب سمر، هو بيسألك كتير عن حاجات معينة مثلا في الحياة، في الكون، الكلام ده؟ يعني هو عنده اسئله كتيره، بحب يعرف ويتفسر عن حاجات كتير. ابعديه خالص دلوقتي في الفتره بتاعت سنه دي، ابعديه خالص من انه يفكر في تجسيد الله عز وجل او التشبيه، او يعني معاذ الله وحاشا لله. ابعديه من النقطه دي خالص. قولي له ربنا احنا نفسنا ما نعرفش شكله ايه خالص.
طب ابعدي انت كأم بقى. يعني بالطريقه طبعا اللي هي ما فيهاش رهبه، بس في الاخر يعني يفكرش لكل سن ليه الفكر بتاعه والنضج، لان هو اكيد برضه التوقيت ده هيبقى عايز يعرف حاجات كتير. اكيد. بس طبعا كل حاجه ممكن نوضحها بمنتهى البساطه. صحيح. من غير ما نخلي الطفل يخاف ويخاف من حاجه معينه. بالظبط. صح. احنا بنوضح له شويه امور ونستفسر عنها دينيا مظبوط، مش عيب هنقرا ونقول. وفي بس حاجه ثانيه عايز اضيفها يا فاروق. إيه؟ ان الاطفال في السن ده دايما احلامها بتبقى هم بيكذبوا. يعني في كذب بيبقى كتير او خيالهم بيبقى واسع يعني. لا فانا عايزاها تفهمين ان نقطه الكذب في الحته دي، بصي مثلي له اكتر حاجه ممكن يخسرها ماما. ممكن ماما تموت لو انت فكرت ان انت تكذب في حلم. بس بابا يعني انا حاسه ان الاطفال بيبقى ما فيهاش مشكله ان هو يتخيل او يبقى حاطط صوره واحنا نصلحها له. لا من افرى الفرى حتى على الاطفال، تعلمي اولادك كده، من افرى الفرى ان يتقول العبد على الله ما لم يرى. هو يا صوفيا بحس ان هو الاطفال ما بيلاقوش ممكن حد يتكلم معاهم، لا ما بيلاقوش التعبير المظبوط ان هو يوضح الحاجه دي في مكانها. او اجابات يعني على اسئله ابدا يا فاروق. يعني هو ربنا اجابات على اسئله بيبسط علينا احنا ككبار، هيعقدها على طفل عشان يوصل لنا المعلومه. لا هو ما عندوش ادراك، هو ممكن يبقى اصلا كمان مش نايم، ممكن يبقى ما بين. انا بقول لك خيالات. يعني اقصد ان هو ده طبيعتنا كلنا احنا صغيرين، ونقعد نستفسر ونتكلم. وانا مش عارف كائنات فضائيه احنا لازم نحطها له من البدايه، ان احنا ما ندخلش ربنا في حوادثنا. احنا بنحكي لا ربنا بعيد بعيد وليه يعني. فما ينفعش يدخل في الكلام. طيب احنا معانا استاذه ليلى على التليفون. لسه معانا فندم معاكي. اتفضلي يا استاذه ليلى. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي كنت عايزه احكي حلم دايما بيجي لي. انا ستي متوفيه وطول الوقت يعني بحلم بيها ان هي بتقول لي تعالي في حضني، وفعلا بحضنها وكل حاجه، وفي وقت كده بتيجي تقول لي امشي. ده طول الوقت يعني الحلم ده موجود معايا على طول. في حاجه تاني، انا جوزي اتجوز عليا. انا عندي 27 سنه. جوزي اتجوز، المهم ان هو سايب البيت. انا نمت من قريب وحلمت، هو بقى له من شهر 9. انا حلمت ان هو مراته دي خلفت وجابت ولد وبعد كده توفي. وانا رحت عند حماتي ولقيت الولد ده، فانا خدته. انا عايزه يعني معرفش، انا جالي الفضول ان انا عايزه ارضعه. فحماتي بتقول لها اخرجي بره عشان انا مكسوفه منك يعني، فبتقول لها تعملي ايه في الولد؟ انت مش هعمل حاجه. المهم خليتها هي موجوده عادي ورضعته كده، وخدت الولد معايا. حماتي لما لقيتني كده سابته لي، فخدته معايا. وجوزي جه تحت البيت وعمال يزعق وعايز ياخد مني الولد ده في اسمي، فطلع لاني بنيمه. وهي مراته فعلا حامل ولا لا؟ انا ما اعرفش حاجه عنها. انت بصي انا هقول لك على حاجه بس عشان ما تاخديش وقت. من كتر ما الواحد بيبقى مغلوب على امره وتعبان وزعلان ومخنوق، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك رؤى تلطيفيه عشان تخفف من عليكي وتطبطب عليكي وتقول لك معلش. طبعا هو الشرع مدين ان هو يتزوج، ولكن وقعها على المراه متعب ومؤذي وفي قهر، يعني بتزعل المراه. فبتجيلك حضرتك انا ما كانش في اي تاثير من اي ناحيه، وهو نفسه لحد دلوقتي بيقول كده، بيقول المشكله بس في ان كان بيحصل مشاكل. المشاكل دي كان هو بيشرب، انا ما كنتش حابه حاجه زي كده، عندي بنت وعنده ولد. فكنت منع الموضوع ده خالص لدرجه كان بيحصل مشاكل بسببه. خيانات طبعا كتيره، هو بيقول لا ما فيش اي حاجه يعني. انت معلش ربنا يصلح لكم الحال. بصي يا حبيبه قلبي، انا دلوقتي في الحلم، المهم ان هو جه عشان ياخد الولد، انا ما اديتهولوش. فجيت بعد كده بعد كذا سنه حصلت مشكله بيني وبينه، ده في الحلم حصلت مشكله بيني وبينه، وانا خارجه من البيت فهو بيطردني وبيخرجني. فانا ماسكه الثلاث عيال، عيالي يعني بنتي وابني، وماسكه الولد ده. فهو بيقول لي لا سيبي ابني، فانا قعدت مخصوص ساعتها بسبب كده. طيب ولحد دلوقتي انا ما خدتش اي خطوه. انت دلوقتي انت طالبه طلاق؟ لسه هسألك. طالبه طلاق منه؟ ماشي. بس هو هيعافر، مش هيرضى يطلق. هو مش موافق، بيقول لي عندك المحاكم. بالظبط كده، لان هو متمسك بيكوا انتوا الاثنين، لان هي شايله الولد. الولد ده المفترض ايه؟ ابن ضرتها. فالضره ضره مضره. فهي بص يعني ايه؟ يعني هما الاثنين هيتقلبوا عليه. يعني لا دي عايزه تقعد هيتفقوا مع بعض ويتقلبوا. لا مش هيتفقوا. لكن هما الاثنين سبحان الله هو مش هيعمر لا هنا ولا هنا. فالعشره هتبقى صعبه في الطرفين، فبالتالي هيحصل مناوشات ومشادات،
بصي الجائي لله تعالى، ادعي لربنا ان هو يهديه ويسخره ليكم. حضرتك هو كان سايب البيت اصلا من شهر 9 وانا كنت طول الوقت. ما هو اتجوز طيب. هو زي بيت الجو. ربنا في شهر يبعده عننا. امين. انا وعيالي. كان بيقول لي لا ما تقوليش كده. لا يا حبيبتي ده باباهم برضو ما ينفعش تقولي كده قدامهم فعلا حتى لو وحش اسمه باباهم يعني. فربنا يهديه. ربنا يهديه. ادعي له في ظهر الغيب وصلاح الحال بس. شكرا جدا ليكي نورتينا. صوفيا الحلقه حبيت. خلصت الوقت بيجري معاكي بس نورتينا جدا. الله يخليكي يا نورا تسلمي لي. ميرسي يا فاروق. شكرا جدا يا صوفيا نورتينا جدا. شكرا شكرا. ويا جماعه بصوا يعني ابسط حاجه اللي ممكن حابب يعني ياخد من كلام صوفيا الشيء الايجابي اللي هو اللي ريحه الحمد لله، اللي حاسس ان هو الامور الى حد ما الحلم فيه مشكله الى حد ما والله العظيم الدعاء والصدقه الحاجتين دول بيغيروا كل صحيح. شيء الامور كلها فعلا. وتوكل على الله كده ايه وما نقلقش من اي حاجه. شكرا ليك يا رواجه. شكرا نور. شكرا ليك. تسلمي. كده احنا حلقتنا من ان بوكس خلصت. نشوفكم بكره على خير ان شاء الله في حلقه جديده الساعه 6:30 على صدى البلد 2. استنوا.